السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم قناتي على اليوتيوب. أتمنى إذا تشاهدوني لأول مرة ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل إشعار بكل وصفة تنزل بالقناة. اليوم راح أقدم لكم إن شاء الله طريقتين لتحضير الحليب المكثف، وصفة بغاية الروعة ومكوناتها اقتصادية جدا، ولكن تحتاج إلى خطوات وملاحظات حتى تنجح وتصبح معانا بهذا القوام. راح نشوف طريقة التحضير، تابعوا الفيديو ونبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية نحتاج إلى كوب من حليب البودرة، كوب من سكر الحبيبات، نصف كوب من الماء المغلي يكون ساخن كثير. نحتاج إلى طبق عميق نحط فيه كل المكونات. راح أخلط المكونات مع بعض، وممكن نخفق بالخفاق أو الخلاط اليدوي أو خلاط الكهرباء حسب المتوفر عندك، المهم إنه ما تتكون أدنى تكتلات. بعد ما نخفق المكونات بهذا الشكل حتى يصبح أدنى قوام أملس وما في تكتلات، راح أحطه بالطنجرة حتى نرفعه على الغاز. من الضروري جدا تكون النار خفيفة حتى ما نحرق معاكم الحليب، ونستمر بالتحريك حتى ما يحصل عندنا تكتلات. أنا في البداية حطيته على النار شوي قوية فشكلت عندي هاي الحبيبات، ولكن ما يضر لأن بدي أضيف له الكاكاو، ولكن انتم حاولوا أنه ما ترفعوا النار كثير وتكون النار خفيفة. رح نزل ملعقة طعام من الكاكاو واستمر بالتحريك. وهي بعد ما ذاب الكاكاو مع الحليب المكثف رح انزل الملعقة الثانية. نستمر بالتحريك حتى يثخن معانا الحليب المكثف بالشوكولا. رح اضيف قليل من الزبدة حتى تعطينا اللون اللامع ولون جميل. هذا الصوص ممكن نستخدمه لتزيين كافة أنواع الحلويات والمعجنات. نستمر بالتحريك، كل ما بقى على النار أكثر وغلى كل ما نحصل على قوام يكون ثخين ومتماسك. هاي عندي صوص الشوكولا من الحليب المكثف جاهز، راح أطفي النار. راح أبدأ أعبي بقلب زجاجية وهو ساخن وأتركه حتى يبرد تماما. كل ما برد الحليب كل ما تماسك وثخن معانا. من يبرد راح نحطه بالثلاجة حتى يثخن، ونبدأ بتحضير الوصفة الثانية، حليب مكثف بدون خلاط. راح نساوي بالخلاط اليدوي بطريقة جدا سهلة. أما المكونات فنحتاج إلى كوب من الحليب، حليب البودرة، كوب من سكر الحبيبات، ونصف كوب من الماء المغلي. راح ننزل كل المكونات بطبق يكون عميق، ونبدأ بخفق المكونات بهذا الخلاط اليدوي. المهم إنه ما نترك أي تكتلات، نبقى نخفق به حتى نتخلص من جميع التكتلات حتى يصبح عندنا قوام ما شاء الله بهذا الشكل. راح أنزله بالطنجرة أو الغلاية حتى نرفعه على النار. من الضروري تكون النار كثير خفيفة، نفس الخطوات اللي اتبعناها بالوصفة الأولى. نستمر بالتحريك حتى يثخن معانا الخليط، ونضيف قليل من الزبدة حتى نحصل على لون لامع وشكل كثير جميل. كل ما تركنا الحليب على النار كل ما ثخن معانا. انتم تحددوا القوام اللي بدكم اياه،
ولكن أهم شيء أن تكون النار كثير خفيفة وتستمروا بالتحريك حتى تحصلوا على هذا القوام. هاي الحليب المكثف المحلى نستلع عندنا بسوريا. رح أحط الحليب المكثف بقلبة زجاجية وأتركها حتى تبرد، وبعدها نحطها بالثلاجة ورح نشوف مع بعض قوام الحليب المكثف مع بعض بعد ما يبرد وبعد مرور عدة ساعات. وهاي رجعنا لكم بعد ساعتين تقريبا برد عندي الحليب، رح أخلطه بالملعقة. ما شاء الله قوامه كثير كثيف ومتماسك، ولسه بده يسخن أكثر لما نحطه بالثلاجة. ممكن نحتفظ فيه بالثلاجة أو بالفريزر، ما رح يجمد معاكم أبدا، ممكن يبقى معاكم من أسبوع إلى أسبوعين. وصفة كثير سهلة واقتصادية وخالية من المواد الحافظة. هذا الصوص ممكن نزين فيه كافة أنواع الحلويات أو المعجنات. أتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا استفاديتوا منه ولو بشيء بسيط. رح أحطه بهاي العلب الزجاجية وأغطيه بشكل جيد وأتركه بالثلاجة أو بالفريزر حسب الرغبة. أما الخطوات والملاحظات المهمة، من الضروري نخفقه بشكل جيد حتى ما يتكتل معنا، وضروري جدا أن تكون النار خفيفة، ولما نجي أن نحطه على الغاز تكون الطنجرة عميقة حتى لما يغلي معنا ما ينزع الغاز. رح أزين هذا الحلو بهاي الطريقة، نزين أصابع الجلاش ونزينه بهاي الطريقة. أنا عبيته الصوص الحليب المكثف والشوكولا عبيته بواسطة هاي الأداة الطبية، ولكن تكون ما أنا مستخدمة مسبقا، تكون جديدة. راح نعبي الصوص بهاي الطريقة بكل سهولة ونزين فيها أي نوع حلو عندكم، ممكن نزين فيه الجاتو، ممكن نزين فيه البقلاوة أو أصابع الكلاش، أو نحشي فيه المعجنات الحلوة مثل ما بدكم. وصفة كثير سهلة ولذيذة. إذا عجبكم الفيديو أعزائي ما تنسوا اللايك للفيديو. إذا تشوفوا قناتنا لأول مرة أتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. وأشكركم كثير على حسن المتابعة والمشاهدة. تحياتي لكم من وين ما كنتم عم تتابعوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.